اهلا بيكم في قناة منوعات سارة. النهاردة الفيديو هيبقى تعريف عن نفسي، وده اول فيديو ليا في قناتي، وانا اسمي سارة ومن مصر، وانا من محافظة القاهرة، لقبكم الاساطير، وانا حلمي اوصل للمليون، وكمان انا اول مرة اعمل قناة او انزل فيديوهات. بس يلا نبدأ. طبعا الفيديو النهاردة مش هيكون في قصة او حاجة، ونوع الحاجات اللي انا هعملها او الحاجة اللي انا هعملها اللي انا اعمل قصص في القناة مفيدة جدا جدا جدا، وكبار كمان ممكن يتفرجوا عليها، والصغيرين هتبقى مفيدة جدا. هعمل حاجات ازاي نصلح الغلط والصح، وهعمل حاجات كتير جدا 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 في قناتي، وكوميدي وكل حاجة. وهوريكم بيتي الأول. ده الحمام، ودي أوضة النوم زي ما انتوا شايفين، هنا الستارة بتاعت الحمام، القعدة وكده، انتوا عارفين كل ده. وهنا المراية، وهنا المية، وهنا كل حاجة، وهنا الخزنة فاضية ومفيهاش أي حاجة، وده النور، وهنا ده اللي هو المكان اللي هو بتاع، وده المكان اللي احنا بنحط فيه ملابس، وده زي رفوف كده بنحط فيه حاجاتنا، وده السرير. وهنا دي الصورة، طبعا انت خدت بالكوا ان دي هنا كنبة، وهنا كرسيين، وهنا كرسيين تاني، وهنا لوح وحاجات وأنوار في النور. وهنا ده المطبخ، طبعا المطبخ من جوه البيت لأن مفيش مكان في البيت، فأنا عملته بره كده. وهنا ده المكان اللي احنا بنقعد فيه ونستمتع ونقضي سهرة كبيرة وحاجات حلوة. دلوقتي خليني نخش الأوضة اللي هنا دي. طبعا دلوقتي ان انا هوريكم سر في لعبة بوكا بوكا، سر واحد بس. وبعدين انا طبعا عشان اول فيديو ليا، فانا يعني لسه هجهز بقى فيديوهات وحاجات، فانا قررت ان اعمل حاجة بسيطة جدا انا استكشفتها بنفسي، وخلينا اوريها لكم. اخيرا وصلت يا جماعة، يلا بينا. وده المكان، مالناش دعوة بالورا. زي ما انتوا شايفين اللوحة دي بنفتحها بنلاقي زي ما انتوا شايفين اللبس الغريب ده، اللبس الغريب ده بنشوفه. بصوا بنلاقيه ورا اللوحة، شوفوا. وتقريبا السر ده مفيش ناس كتير تعرفه. كمان شوفوا السحرية دي دايما تطلع في فيديوهاتي، شوفوا. ماشي، شفتوا دلوقتي المكان، هو ده اللي هو البتاع ده، انا مش عارفه اسمه كوالا ولا ايه. المهم بنفتحه كده وبنقفله كده، بنلاقي وراه زي لبس كده غريب، اول مره ممكن مش ناس كتير شافته. فهو ده المكان، فيلا نروح عند بيتي عشان ننهي الفيديو. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت وشير واشعارات، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد، وباي. اشوفكم في الفيديو الجاي اللي انا هعمل فيه قصة جميلة جدا 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 وهتعجبكم ان شاء الله. سلام، بحبكم كلكم.